تعتبر النخلة في مملكة البحرين موروثا ثقافيا وتراثيا، وكانت ولا تزال النخلة غذاء متكاملا ومصدر رزق للكثير من البحرينيين. نعم، المزارع ميرزا حسن من المزارعين البحرينيين الذين امتهنوا مهنة الزراعة وارتبطوا بها منذ طفولتهم وباتت مصدر رزق لهم. الزميلة إيمان شرف زارت المزارع في مزرعته وأعدت لنا التقرير التالي. ثروة طبيعية منحت البحرينيين عبر الزمان مصدرا غنيا للغذاء والرزق، وحظيت النخلة في نفوسهم برمزيتها ومكانتها التاريخية المتجذرة في عمق التاريخ. وميرزا حسن من بين المزارعين الذين ارتبطوا بالنخلة منذ سنوات طوال حتى أصبحت محط اهتمامهم، وعاشوا على ثمارها اليانعة ومحصودها من الرطب بأنواعه الوفيرة. ابتدأنا من أيام الطفولة، أبونا الله يرحمه علمنا مهنة الزراعة والفلاحة، وهذه مهنتنا وما نقدر نستغنى عنها. النخلة من تزرعها ترتبط بها، ومن ترتبط بها تحبها، ومن تحبها فأنت لازم تعتني بها، ومن تعتني بها تعطيك مصدر رزق منها. موسم الرطب يكون هو من نهاية خامسة يبتدي عندنا على كلا مرحلة، يبتدي من نهاية خامسة في ستة في سبعة في ثمانية إلى تسعة، وكل ما اشتد الحر فالنخلة تعطيك خيرها أزيد. فمنذ ساعات الصباح الأولى يتجه المزارع ميرزا حسن إلى مزرعته ليزرع بيده ويجني المحصول بعد مراحل من العناية والاهتمام بالنخلة التي تثمر بخيراتها ما لذ وطاب من الرطب. عنايتنا بالنخلة تجليسها والتكريب وترويسها، اللي هو أول شيء شهر واحد نجلسها وننظف النخلة ونكربها ونروسها، بعدين يجينا في شهر اثنين نهاية اثنين في بعض النخيل في فلافة في اثنين اللي هو شنو التنبيت التقيح اللي هي تطلع النخلة. بعد ما تخلص هذا المرحلة عندنا بعدين في نهاية أربعة يبتدي تحذير النخيل، يعني بداية خمسة اللي هو ينزلون العدق يربطونه، عقب ما نربط العدق خلاص بعدين بيجي موسم الرطب، بعدين وصلنا مرحلة الخراف الرطب أم الصرام اللي هو حق التمر. عرفت البحرين منذ القدم بأنها واحة وارثة من النخيل، فالنخلة هي سيدة الأشجار ودليل على الأصالة والعروبة. أساس الرطب في البحرين يعني في جميع الأشياء متوفرة في الأسواق وأسعار يعني رخيصة والكل يقدر يشتريها وسعر رخيص ومناسب للجميع للفقير والغني، وشهادة معروف يعني عند قدامه من عند أبوتنا، ما في قدعات الأول ميوة ما ميوة، لا هاي قدوع عندهم وغذاء متكامل. فهذا الرطب عندنا موجود في البحرين من زمان، فعندنا الرطب القدعات مالنا. لو واحد فرضا راح في ديواني في مجلس في مزرعة تفضل حياك يا رطب يا تمر، هاي أساس النخلة يعني أساس عندنا الرطب عندنا في البلد. الثمار اليانعة من الرطب ما كانت بوفرتها الكبيرة إلا بيد كدحت واجتهدت لتحصد هذه الثمار التي تشكل اليوم بدورها تحقيق الأمن الغذائي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة التي تجود بخيراتها وعطائها اللامتناهي. ترتبط النخلة ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان البحريني، فهي رمز للعطاء والموروث الثقافي والشعبي، وتشكل مصدراً غنياً للرزق والغذاء في آن واحد. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.